ما زال اللباس العربي المتمثل بالقلابية يحتل مكانة مرموقة في الحسكة، وخصوصا في أسواقها التي طالما بقيت محافظة على الأصالة والتراث. طبعا هذا بالنسبة أنه هنا سوق شعبي، يعني يعتمد على القلابية، على فروة، على إبطية، حسب متطلبات أهل الريف. طبعا هلا نحن هلا عم نشتغل قلابية تخريج، هاي قلابية أول كنا نسميها قلابية حموية، بس هلا من فترة وجاي صارت تقريبا موديل جديد، يعني هلا على الشباب. يعني قلابية الخرج تعتمد أول شغلة على نوعية الخيط، الرسمة اللي بده إياها الشاب. وتنقسم الأشكال الخاصة بخياطة القلابية إلى الخليجي ومنها السعودي والكويتي والمخرج التي يرتديها جيل الشباب، كونها تأتي مجسمة وتحتوي على كسرات وأساور عند المعصمين، والنوع الثاني العربية التي تكون فضفاضة أكثر ويرتديها كبار السن. أنه لباس هيك، لباس تراثنا القديم، لباس أجدادنا، بيعطيك راحة باللبس، أفضل من اللباس يعني كلباس البنطلونات، هيك تحس براحة بلباس ولا ضيق لا شيء. هلا هاي العادة أول شغلة هي تراث، وهي أريح طبعا باللبس، أريح من البنطلون يعني. بالصيف أبرد وبالشتاء أدفى وحركتها أسهل من البنطلون. وتعتبر القلابية في ريف محافظة الحسكة اللباس الرئيسي والرسمي، سيما وأنه يلبس بكافة المناسبات ويعطي مرتديه الراحة بالحركة. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.